بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نصدر الشغل من النفس وركس لسينكرو. نفس وركس ميزته ان الشغل بيتجمع فيه من اكتر من مكان، يعني هو بيقبل من كتير مختلفة، تمام؟ فنقدر ننقل الشغل فيه منه بعد ما نجمعه هنا نقله لنفس وركس. النفس وركس بيعمل حاجات والسينكرو بيعمل حاجات تانية، ممكن يكون النفس وركس ميعملهاش حاجات كتير، يعني مش حاجة واحدة، كل برنامج فيهم تبع شركة متخصصة فبيبقى فيه اختلافات. من ضمن مثلا الحاجات ان انت بتعمل الجدول الزمني هنا على نفس اوركس، بس لما تيجي تصدره بالـ 3D Max بيصدروا كتلة واحدة، ما بيصدروش بالجدول الزمني. فالسينكرو بيعمل الموضوع دوت، فانت ممكن تخلص شغل هنا وتنقله هناك عشان الميزة دي، ان انت عايز تعمل رندر حلو على ال 3D Max. زائد في حاجات كتيرة جدا السينكرو بيعملها زي السيفتي، زي في حاجات خاصة بإدارة المشاريع. فأنا أقول له هنا export hidden من ال plugin setting، export hidden 3D object لو في حاجة معمول لها hidden تصدر ولا لأ، لو في حاجة wireframe تصدر ولا لأ، الخصائص تصدر ولا لأ، ال 3D filter، ال task، ال build resource، الحاجات إيه الحاجات اللي أنت عايز تصدرها، تمام؟ فشوف ايه واقول له اوكي، وبعد كده ادخل هنا اقول له انا عايز اصدر. بيقول لي عايز اصدر ملف فين؟ الملف امتداد اس بي اكس، اقول له صدره لي على الديسكتوب، سيف. ممكن اجي هنا اقول له افتح لي الديسكتوب، بعد ما اعدل الديسكتوب شوف الملف ده. طيب هاجي هنا في السينكرو وهقول له فايل اوبن، واقول له افتح لي الديسكتوب، الاقي الملف اهوت، واقول له اوبن، افتح الشغل، يبدأ يفتح لي المشروع هو بالشكل دوت. تقدر تعمل سيلكت عليه، تقدر تشوف كل التفاصيل اللي انت عايزها من هنا، تقدر تشوف ال 3D filter، ال risk، ال animator، ال animation task status، وهكذا. طيب لو انا جيت فتحت ال left workspace وما لقيتش عندي ال plugin دوت اعمل ايه؟ بكل بساطة هتخش على موقع السينكرو وتخش على plugin، هتلاقي عندك الريفت والنفس وركس والبرامافيرا والمايكرو ستيشن والسكتش اب، تقدر تسطب منهم. وتقدر تسطب تجيب مننا البرنامج وتقدر تتكلم مع الشركة نفسها تقول لهم انا محتاج البرنامج ده، فهم يبعتوا لك.